الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، حيث أمرنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الجمع المبارك، نحن اليوم مع حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جامع يجمع الخير كله. روى الإمام المنذري في كتاب الترغيب والترهيب عن الصحابي الجليل أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلاة الأرحام تزيد في العمر. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: صنائع المعروف، صنائع جمع صنيعة، أي تفعل وتصنع المعروف. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ما هو المعروف؟ كل أمر، كل فعل، كل قول حسن معروف في الشرع وفي العرف وعند الناس أنه عمل معروف طيب حسن، هذا هو المعروف. بعض الناس يظن أن العمل المعروف أو يعني أن يكون عمل عظيم، صنائع المعروف يعني تقوم بعمل عظيم، تتبرع ببناء مسجد، تتبرع ببناء مستشفى، دار أيتام، تفعل هذه الأعمال الكبيرة، صحيح هذه هي أصل المعروف صحيح، ولكن ليس كل هذا، ليس هذا كل المعروف. يقول الله سبحانه وتعالى: وما تفعلوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. من خير، أي أقل خير تفعله يا عبد الله سوف تؤجر عليه، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. لو تقدم، اتقوا الله، ولو بشق تمرة، تأخذ التمرة تقصها نصين وتتصدق بنص تمرة، بشق تمرة، سوف تجد هذا عند الله. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. إذن الأعمال الصالحة أحبتي في الله والمعروف هو شرط أن يكون عمل كبير، عمل صغير. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أبو ذر راح للرسول صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله، ذهب الأغنياء بالأجر يصومون ويصلون ويحجون. الأغنياء أخذوا الأجر كله، إحنا الفقارة ما نقدر نأخذ أجر مثلهم. ذهب الأغنياء بالأجر يا رسول الله، يصلون ويصومون ويحجون. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنتم تصلون وتصومون وتحجون؟ قال: قلت يا رسول الله، يتصدقون ولا نتصدق؟ قال صلى الله عليه وسلم قال: وأنت فيك صدقة، وأنت فيك صدقة، رفعك العظم من الطريق صدقة، هدايتك الطريق
صدقة. عونك الضعيف بقوتك صدقة. بيانك عن الأرتم صدقة. مباضعتك امرأتك صدقة. صلى الله عليه وسلم يوضح أبو ذر، يعلم أبو ذر ويعلمنا أن الأمر المعروف وأن الصدقة أي عمل بسيط قليل يعتبر صدقة وأجر عظيم، لأن الحضارة والمجتمع لا تنبني هذه الحضارة إلا على هذه الأمور البسيطة، تتكاتف ويتكاتف المجتمع. قال رفعك العظم عن الطريق صدقة. شفت كلينكس، شفت حصاة، أي شيء شلته صدقة، أمر بسيط صدقة. قال وهدايتك الطريق صدقة. ياك واحد وين الميرة؟ والله الميرة مني صدقة. وين المستشفى؟ مني صدقة. هدايتك الطريق صدقة. وعونك الضعيف، واحد ضعيف ما يقدر يشيل شيء، ساعدته في أي شيء صدقة. وبيانك يعني تتحدث، وبيانك عن الأرتم، الأرتم وفي رواية الأرثم، الأرتم هو الذي لا يستطيع أن يتكلم أو يوضح، فأنت لما توضح عن هذا المسكين لك صدقة. أو بلغة ثانية، مسكين ما يعرف يتكلم لغة وأنت تعرف اللغة وتوضح. وبيانك عن الأرتم صدقة، ما يعرف يعبر وأنت تعبر عنه صدقة. قال ومباضعتك امرأتك صدقة. إذن أحبتي في الله، هذه الأمور البسيطة الهينة تمنعك من إيش؟ مصارع السوء. وفي حديث عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كل سلامة على الناس صدقة، كل يوم تطلع عليه الشمس. السلامة أي المفصل، مفاصلك يا عبد الله في الجسم، يجب عليك أن تتصدق عن كل مفصل كل يوم صدقة. قالوا عدد المفاصل في الجسم 360 مفصل، كل سلامة على الناس صدقة، كل يوم تطلع عليه الشمس، كل يوم تتصدق عن كل مفصل شكرا لله عز وجل. قال كل سلامة على الناس صدقة، كل يوم تطلع عليه الشمس. تعدل بين اثنين صدقة. الكلمة الطيبة صدقة. تبسمك بوجه أخيك صدقة. كل خطوة إلى الصلاة صدقة. إماطتك عن الأذى عن الطريق صدقة. كل شيء تسوي صدقة، تساعد، تشيل، تحط، أي شيء في تفعل هذا، أي أمر بسيط قليل نافع للبشر تؤجر عليه وهو لك صدقة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واحد حق النبي يسأل، جاء رجل صلى الله عليه وسلم قال من أحب الناس إلى الله؟ ما أحب الناس إلى الله وما أحب الأعمال إلى الله؟ يسأل الله أكثر واحد يحب منهم علشان يفعل هذه الأعمال، وما هي الأعمال التي يحبها الله عز وجل؟ قال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، لا إله إلا الله، أكثر نفعا للناس الله يحبه أكثر. العلاقة طردية، كلما تنفع الناس كلما يحبك الله أكثر. أنفع الناس بإيش؟ أي شيء، بأي شيء، هم لازم بفلوس بالملايين، لا، أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم. قال وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، لا إله إلا الله. أحب الأعمال هم الحج ولا الجهاد؟ قال تفرح لك مسلم، فأفرح بشنو؟ ملايين؟ لا، تفرحه بأي شيء ولو بكلمة طيبة، ولو أن تبتسم في وجهه فرح استانس، هذا أحب الأعمال إلى الله. قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ما هي مصارع السوء؟ قالوا مصارع السوء هي التي
تعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم: الهد، الغرق، الحرق، وقيل مصارع السوء هي ميتة الفجأة والعياذ بالله. هذه مصارع السوء، ونرى الآن في هذه الأيام الحوادث والكوارث الطبيعية، نرى الناس يموتون موتة فجائية. هذا الذي تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مصارع السوء. فيقول: بذل المعروف، صنيعة المعروف، عمل المعروف تقيك يا عبد الله من هذه الخاتمة المفاجئة. وهذا أحبتي في الله مستقر في أذهان البشر منذ القدم قبل الإسلام، مستقر. من يعمل الخير تكون نهايته حسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء جبريل في غار حراء وخاف صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى خديجة رضي الله عنها وهو يقول: زملوني زملوني، وقال: خفت أن أهلك، خاف صلى الله عليه وسلم. ماذا قالت؟ كيف استنتجت هذا الأمر؟ قالت: كلا، لا والله، لن يخزيك الله أبدا. ليش؟ إنك تصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف. لا، مستحيل يخزيك الله سبحانه وتعالى وأنت تفعل هذه الأعمال الحسنة. وكذلك عن قصة يونس: لولا أن كان من المسبحين، من عمل المعروف الخير، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أقول ما سمعتم واستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وصدقة السر تطفئ الخطيئة. قيد صلى الله عليه وسلم الصدقة أن تكون سرًا لكي تطفئ غضب الرب. الصدقة المعلنة تؤجر عليها ولكنها لا تطفئ غضب الرب. صدقة السر، لو الله عز وجل لو انفعلت فاحشة وغضب الله سبحانه وتعالى عليك، لن يطفئ هذا الغضب إلا صدقة السر. وهي صدقة السر إلى الإخلاص أقرب، لأن الإنسان يفعل هذا الأمر سرا. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ما ينتظر من أحد، لا شكر ولا ينتظر جزاء ولا شكورا. هذا هو الأصل في الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي يظلهم الله سبع يظلهم الله في ظله، قال: ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. لو اليسار فيه عين وإذن ما درت. ليش؟ لأنه أخفاها قدر الإمكان. هذا هو الأصل في الصدقة أحبتي لله. بعض الناس يتصدق سرا لكن بعد فترة: أنا عطيتك، سويت لك، والله ما حد سوى الآن وعطيتك. ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ما يسوى عليه. الصدقة باطلة، لا تبطلوا إذا منيت عليه. الصدقة باطلة، لا نريد منكم جزاء وشكر. تدفع الصدقة ولا تريد شيء من أي أحد، هذا هو الأصل. قول معروف، كلام زين، خير من صدقة. كما يقولون: لا تديني ولا تغديني، تعطيني وتصدق عليه وتمن عليه، ما بها الصدقة. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وصلة الرحم تزيد في العمر. تزيد، قالوا زيادة حقيقية، وقالوا زيادة بركة، والله أعلم، وليس على الله بعزيز، ممكن أن يطول عمر الشخص. كما في الحديث الذي رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: من أراد أن يبارك الله عز وجل في رزقه
وينسأ له أن يطيل وينسأ له في عمره فليصل رحم. صلة الأرحام تطيل الأعمار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين.